مرحبا أعزائي، شلونكم اليوم؟ إن شاء الله زينين. اليوم نبدأ حلقتنا الثانية، بس حبيت أتطرق إلى موضوع صغير virtualization، لأنه فتشي راح يفيدنا كلش بالتنصيب لللينكس نفسه للإنستليشن يعني. بس خلي أجيب البورد. افترضوا فد شركة عندها نظام معين مشغلتها على وحدة من الأجهزة مالتها، اللي هي نسميه سيرفر. فهذا الجهاز أو السيرفر بنقول فد الذاكرة مالته 16 جيجا، وبي مثلا 4 CPU اللي هو بروسيسور، وبي ديسك مثلا نقول 500 جيجا بايت. خلينا نرسم الاستعمال مال الجهاز هذا. هذا يستعمل منطقة الجهاز، مرات يصعد وينزل بالليل كلش، احتمال شوية يصعد وينزل. فهاي الطاقة كلها اللي مستعملة بس. زين، عندنا هذا كله ضايع، رايح بوش بلاش، ما حد يستعمله. زين، هاي الشركة رادت تنزل أبليكيشن ثانية تقريبا نفس الشيء، وهاي الأبليكيشن تستعمل نفس الطاقة. استعمال الثاني للجهاز اللي نرسمه فوق هنا ويا هذا حيكون هيك شيء. زين، ده نشوف إنه هذا يعني هذا الجهاز يقدر يتحمل البرنامجين. زين، هذا البرنامج الثاني الجديد نقدر نحطه على نفس الجهاز الأول، فماكو داعي نشتري جهاز جديد ونضيع فلوس. يعني احتمال هذا الجهاز بعد 10,000 دولار. فأكو فد شي مبدأ اسمه سموه الـ virtualization. زين، شنو الـ virtualization؟ قول عندنا هذا الجهاز هو الهاردوير، فوق قلنا الأوبريتنج سيستم، وفوق الأوبريتنج سيستم أكو فتشي برنامج النزلة. هذا البرنامج عن طريقه نقدر فوقه ننزل شيء اسمه virtual machine. شو يسوي هذا virtual machine؟ انه نقدر ننزل عليها كان الاوبريتنج سيستم والابلكيشن كانه حاسبه او سيرفر عادي. فشي يسوي هاي القطعه اللي هي يسموها هايبرفايزر. شو يسوي الهايبرفايزر؟ يخلي الفي ام تعتقد انه هي بدها تشتغل على هاردوير مو على فتشي سوفتوير اللي هو السوفتوير، فمثل يقشمر عليها. فانه الفي ام هي هنا ما تعرف انه هي بدها تشتغل على الهايبرفايزر، هي عبالها انه يشتغل على هاردوير مخصص لها، مو دا يشتغل على فيرتشوال. فهذا هو هذا مبدأ الفيرتشواليزيشن. فهذا الشيء يفيدنا انه بدل ما نشتري جهازين، نشتري جهاز واحد وعلى الجهاز هذا الواحد نشغل أكثر من في ام، اللي هي كل في ام بيها operating system وبيها إنه الابليكيشن مالتها، كل واحد كأنه شيء معين. فهاي تشتغل على مبدأ الشراكة، إنه في الهايبرفايزر شيء يسوي يقسم الموارد resources. مثلا أول في ام تحتاج مثلا 4 جيجا على مود تشتغل، الماشين الثانية تحتاج مثلا 2 جيجا، والماشين الثالثة تحتاج 4 جيجا. المبدأ انه ما نضيع الموارد تروح بوش بلاش، انه ما تستعمل بس خسرين انه مكان و تاخذ كهرباء وقاعدة كلش ما تسوي. وبدل ما اشتري جهاز الاخ اقدر استعمل البرنامج اللي اشغله على الجهاز اللي اشغله على هذا.
هذا المبدأ يستعملوه كل الشركات. بعد ماكو في شيء اسمه تنزل ابلكيشن على سيرفر وحده، كلها على فيرتشوال سيرفر يسموه، فيرتشوال ماشين. يعني كل شيء زي يشتغل عليه، كل البرامج على الانترنت تشتغل، يعني مثل فيسبوك والانستغرام والجوجل وكل شيء، الياهو، كل شيء هو ده يشتغل على فيرتشوال. ماكو شيء اسمه سيرفر واحدة أو جهاز واحد يشغل شيء واحد بس. فهذا يفيد إنه تقلل استهلاك الطاقة، يعني ما تحتاج أجهزة هواية تشتغل وتاخذ طاقة هواية، وتاخذ لأن مو بس طاقة، هي تاخذ مكان اللي تقعد بيه، تاخذ تبريد، تحتاج تبريد لأنه هاي كل جهاز يولد حرارة كلش عالية، فلازم يتبرد، فهذا كل جهاز يستهلك طاقة أكثر ويستهلك تبريد أكثر، بغض النظر عن سعر الجهاز نفسه وسعر صيانة الجهاز. فكل هاي الفيرتشواليزيشن ساعدت على توفيرها. أي فإحنا هسه هنستعمل هذا المبدأ الفيرتشواليزيشن تنصيب اللينكس. أكو أكثر من شركة تسوي هاي الفيرتشواليزيشن، أكو الفي أم وير، أكو أوراكل، أكو هاي شركات. فإحنا راح نستعمل أكو برنامج اسمه فيرتشوال بوكس اللي هو تابع شركة أوراكل، هو يكون ببلاش، هذا ما تدفع عليه فلوس، ونستخدمه على مود نصب اللينكس. واللينكس هنا راح نستعمل نوع اسمه سنت او اس. السنت او اس هو اكثر اللينكس مشهور ومستعمل باماكن هواية، يعني فخوش انه نقدر هنا نستعمله ونشوفكم اياه. شكرا.